بصبح عليكم مرة تانية. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد والحد شمال الصعيد بقيم تتراوح بين درجتين لحد 3. الطقس النهاردة هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي النهاردة أتربة عالقة في الجو ونشاط للرياح بالليل على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة شوية، وفي كمان فرص لوجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. درجة حرارة القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 39، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 29. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.